على طريقته الخاصة. تامر حسني بيعلن رجوعه لبسمة بوسيل بعد طلاقهم الرسمي. يا ترى ايه الحكاية؟ وهل رجعوا فعلا ولا قصدك ايه يا تامر؟ الفنان تامر حسني احتفل بسنة الجديدة 2024 على طريقته الخاصة وسط ولاده الثلاثة وفي وجود طليقته بسمة بوسيل اللي فصل عنها من شهور قليلة بصورة نشرها على السوشيال ميديا وهم بلبس البيت والجلابيات البيضة وقاعدين على الكنبة، وكتب تعليق على الصورة وقال فيها: كل سنة وانتم طيبين ويا رب سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية. وبمجرد ما نشر تامر صورته هو وأولاده وطليقته توالت عليهم التعليقات والأسئلة: هو انتوا رجعتوا لبعض يا تامر؟ وتوقع الناس ان بالصورة دي تامر حسني بيعلن رجوعه لطليقته، خصوصا ان الفترة اللي فاتت كان فيها محاولات من الأصدقاء والمقربين من الثنائي للصلح بينهم وعودة حياتهم بشكل طبيعي، لكن للأسف الموضوع منجحش والطلاق مازال قائم بين الطرفين، ومن المتوقع ان الصورة تكون قديمة. لكن تامر اعاد نشرها في مناسبة الاحتفال بالسنة الجديدة علشان يأكد على استمرار العلاقة الطيبة بينه وبين طليقته وام ولاده بسمة، وكمان علشان محبش يكون اول سنة يحتفل بيها بعد طلاقهم بصورة ولاده من غير مامتهم. المغنية ومصممة الازياء المعتزلة بسمة بوسيل من فترة قريبة خرجت واعلنت خبر طلاقها من تامر حسني ببوست على حساباتها الرسمية وقالت فيه: وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر حسني. وقتها تامر رد هو كمان في ستوري على انستجرام وقال: وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل بيننا الاحترام والتقدير. 12 سنة مش هينة، وربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند في حفظ الله. وفي أول ظهور ليهم بعد الطلاق بسمة اتكلمت على التجربة وقالت: الطلاق أصعب قرار، صعب قوي إنك تبني حاجات على مدى سنين وفجأة تشوف إنها لازم تتهد، ما عنديش شيء تاني اصعب من كده، والطلاق بيبقى صعب جدا جدا خاصه لو في اولاد. وعن علاقتهم بعد الطلاق هي وتامر حسني قالت: انا وتامر علاقتنا كويسه جدا مع بعض، والعلاقه بتاعتنا اصبحت افضل بكتير، واحنا بنحاول ندي احسن ما عندنا لاولادنا، ومش بالضروره علشان ما كملناش كزوجين ما نبقاش اصدقاء. بس بسمة بوسيل وتامر حسني اتجوزوا سنه 2012 وعندهم 3 اولاد: ادم ومايا وتاليا. تامر كان سبق واتكلم عن سر حبه لزوجته المطربة ومصممة الأزياء المعتزلة في إحدى اللقاءات التلفزيونية لي، وقال: بسمة كانت صوري في غرفتها من وهي صغيرة، وفي مرة جابت لي كشكول في صوري وكانت بتتعامل معايا كأني خطيبها أو زوجها المستقبلي، وكتبالي كلام حب في الكشكول. وعن أول لقاء بينهم قال تامر: شفتها في حفل غنائي في المغرب وكان الموقف عادي جدا، لكن هي عندها طاقة وصدق وحالة حب لشخص، وكانت بتتمنى انها تغني معاه، لكن في مره قالت لي: خلاص انا مش عايزه اغني، انا كان نفسي اغني علشان اقف اغني معاك او اقرب منك. مصممه الازياء المعتزله بسمة بوسيل طول الوقت بتاكد على انها بتعلم ولادها هي وتامر حسني اصول البيزنس من صغرهم، وده اللي كشفته في احدى لقاءاتها التلفزيونيه، وقالت ان بنتها تاليا اللي عمرها 10 سنين عندها براند خاص بيها، وقالت كمان انها بتربي فيهم حته البيزنس دي من وهم صغيرين علشان بتحس ان المدارس ما بتعلمش اللي الحياة بتعلمه لنا. مش بس كده، بس ما قالت كمان تاليا من قريب عملت براند لوحدها وتصميم لوحدها للتيشيرتات وعملت لوجو بنفسها، وقعدت معاها علشان اعلمها شوية حاجات في البيزنس علشان تكون محددة.